السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في الدقيقة 74 من عمر مباراة ميتلاند الدنماركي امام سبورتنج لشبونة، امام عاشور يحصل على بطاقة صفراء بعد التحام مع اللاعب مانويل اوجوارتي لاعب سبورتنج لشبونة. شاهد لقطة التحام امام عاشور مع لاعب سبورتنج لشبونة.